ضيفي من بيروت الأستاذ ياسر هلال، والتراجع الذي حدث في أسعار النفط لأدنى مستويات منذ 7 أشهر، برأيك كيف أثرت التقلبات التي نشهدها في الأسواق حاليا على مسار النفط؟ وبشري مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا التقلبات اللي صارت من الفترة الماضية كانت ضمن التوقعات وضمن يعني أصول السوق، بمعنى أنه بين قرارات أوبك بلس اللي تهدف إلى تحكم بالأسعار والإمدادات، وما بين العرض والطلب كانت ضمن التوقعات. حاليا اللي ولا تزال الأمور ماشية بهذا الاتجاه، ويعني قرارات أوبك الأخيرة بتأكد هذا المسار. اللي استجد واللي ممكن يغير المعطيات هي التوترات المتصاعدة بالمنطقة واللي قد تهدد أمن الإمدادات أو حجم الإمدادات. وهون أستاذة دينا يعني بتسمحي لي فرق بين شغلتين أساسيات، اللي هي العامل النفسي بتأثير التوترات العسكرية أو الأمنية، والعامل الفني اللي له علاقة بطبيعة السوق وبطبيعة الإمدادات. بالنسبة للعامل الأول العامل النفسي، لا شك أنه أي توتر في منطقة الخليج وتحديدا في مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللي يمر يعني عبرهم كمية ضخمة من النفط، يعني من مضيق هرمز عم نحكي ب 21 ب 20 21 مليون برميل يوميا. أي توتر بهذه المنطقة يؤثر فورا ويحدث صدمة بالأسعار، ولكن هذه الصدمة أنا برأيي هي نفسية. ليه؟ لأنه خلينا نرجع، وإذا بتسمحي لي يعني طول شوي، نرجع نشوف الأمور بقدر هيك من الحكمة والروية، إنه هل هناك فعلا في تهديد جدي وحقيقي لأمن الإمدادات؟ ذلك يستدعي إنه يكون في حرب شاملة، وهي أنا ما شايف إنه هناك في حرب شاملة. حرب شاملة بدها طرفين، دول المنطقة منا مشاركة بهذه الحرب. يعني قد تحدث حرب بين لبنان حزب الله يعني وإسرائيل، قد يشارك فيها الحشد الشعبي من العراق والحوثيين من اليمن، قد تشارك فيها إيران بضربة يعني صاروخية مثل اللي حدث سابقا أو أكثر شوي، لكن ما في حرب شاملة. يعني هل السؤال اللي بيطرح نفسه أنه هل تقدم إيران في حال حدوث حرب على قطع الإمدادات على إقفال مضيق هرمز؟ هون واحد بده يتروى يعني بالاسبين. هو ربما الأسواق تترقب هذه الفترة أو تتخوف من رد إيراني غير مسبوق أو ربما أكبر من الردود الإيرانية التي شهدناها في الشهور الماضية، وهذا ما يقلق الأسواق، ليس كذلك؟ 100%. يعني يبدو أن غالبية المراقبين في شبه إجماع أن الضربة الإيرانية ستكون أكبر وقد تحدث إضرار، بعكس الضربة الأولى اللي يعني كان شبه متفق عليها مثل ما نحكى. اثنين، حزب الله قد يشارك لأنه كمان عنده يعني المشاركة نتيجة الطلب الإيراني، وعنده الرد على اغتيال أحد القادة العسكريين الأساسيين. لكن مع ذلك أنه هناك ضربة كبيرة وقد تستدعي رد إسرائيلي قد يكون أكبر. وما ننسى أنه يعني الحجم الحشد العسكري اللي الأمريكي بالمنطقة، يعني هيدا كمان أنه مؤشر مهم واللي ممكن ينفهم على وجهين، هو أو لمنع الحرب الكبيرة أو للتحضير لضربة كبيرة لإيران ولحلفائها.
لكن حتى الآن الأسواق تنتظر هذه الخطوة الإيرانية حتى تستطيع أن تدرس السوق وترى إذا كانت ستعرف الموقف كحرب شاملة أم أنها ما زالت إلى حد ما في نطاق بعض المناطق في الشرق الأوسط. بس بدي استأذنك شغلة، أنا بدي أفترض أنه هناك حرب شاملة وهناك ضربة إيرانية كبيرة ورد إسرائيلي أكبر، السؤال اللي عم حاول أطرحه، هل تقدم إيران على قطع إمدادات النفط؟ خاصة وأنه حوالي 80 ل 82% من النفط اللي بيطلع من الخليج، يعني اللي حكينا 21 مليون برميل، يتوجه إلى دول آسيا، يعني إلى الصين بشكل أساسي والهند. ما توقعاتك بهذا الخصوص؟ يعني هل ترى أنه إيران يمكن أن تقدم على هذه الخطوة؟ أنا رأيي أبدا. أنا رأيي الشخصي أنه لن تقدم على قطع أو تهديد إمدادات النفط. قد يحدث يعني عمليات الحوثيين بيتعرضوا لناقلة أو ناقلتين، وهذا يعني لكن لماذا؟ هل هو تخوف من رد الفعل الأمريكي؟ نعم. لماذا لم تقدم إيران على قطع الإمدادات؟ هل هي تضع في الاعتبار أو تتخوف من رد الفعل الأمريكي مثلا؟ أكيد يعني تتخوف من أكثر من شغلة، من رد الفعل الأمريكي، وأنه يكون في قرار أمريكي إسرائيلي بحرب كبيرة ضد حزب الله في لبنان، وهي يعني في مؤشرات عليها. اثنين، إيران أي قطع للإمدادات مثل ما عم حاول قلك تتأثر في الصين بشكل أساسي، هل إلى مصلحة إيران تستعد الصين بهذه المرحلة بهذا الشكل، بحدود 80% من الإمدادات بيروحوا للهند والصين اللي طالعة من الخليج؟ ثلاثة، هي عم تدخل بمشكلة مع مين؟ مع سلطنة عمان، مع قطر، مع الكويت، مع العراق، اللي هن مفترض أنه علاقتهم يعني إلى حد ما جيدة فيها، ليه بدها تستعديهم وتقطع إمدادات النفط؟ راس شغلة أختي العزيزة، ما ننسى أنه دول الخليج عندها بدائل، يعني هناك خط شرق غرب اللي في السعودية اللي بحدود 5 مليون برميل، وأمين الناصر رئيس أوبك قال أنه في يرفعوا لسبعة مليون برميل. الإمارات عندها خط الفجيرة بحدود 1.5 مليون برميل. العراق عنده خط بابا كركر، يعني كركوك تركيا، كمان بحدود 850,000 لمليون برميل. معناتها أمن الإمدادات منه معرض لاهتزاز كبير جدي، لكن حتى ما نخفف أو نقلل من أهمية ما يحدث، هناك صدمة في الأسعار وصدمة نفسية قد ترفع الأسعار في حال حدث تعرض للناقلات، وأنا بستبعد هذا الأمر.